السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام. متابعي قناة من الآخر، خلاصة معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين بعد نهاية مباريات اليوم الأحد 21/1/2024 في الجولة 21 من الدوري الإيطالي. متابعين الكرام، قبل ما أبدأ أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في سياح جناتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. اليوم الاحد 21/1/2024 نهايه ولا لسه نهايه الجوله 21 من الدوري الايطالي. فروسينوني فازت على كالياري 3-1. طبعا في مباريات ما اتلعبتش، اللي كان فيها نابولي وانتر ميلان ولاتسيو وفيورنتينا. الاربعه دول مبارياتهم ما اتلعبتش لانهم كانوا مشاركين في كأس السوبر الايطالي. الموبولي فازت على مونزا 3-0، احرز الاهداف نفس اللاعب بس مش مهم اقول اسمه. سيلرنتينا خسرت من جنوا 1-2، عذرا نيتشي خسرت من يوفنتوس 0-3، احرزها في يوفنتوس. دوشان فلاهوفيتش في الدقيقه 59 وفي الدقيقه 68، وجيلسون بريمر في الدقيقة 85. طيب متابعينا الكرام، بدأت الجولة 21 يوم السبت 20/1/2024. روما فازت على هلاس فيرونا 2-1، وأودينيزي خسرت من ميلان 2-3. خلينا نتعرف الآن على ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات الجولة 21. المركز الأول يوفنتوس 52 نقطة، إنتر ميلان المركز الثاني 51 نقطة ومؤجل مباراة لأنه وصل لنهائي كأس السوبر طبعا. ميلان المركز الثالث 45 نقطة، فيورنتينا المركز الرابع 34 نقطة ومؤجل مباراة، لاتسيو المركز الخامس 33 نقطة ومؤجل مباراة، أتلانتا المركز السادس 33 نقطة مؤجل مباراة بس معرفش ليه، ممكن يكون أمام حد من اللي كانوا بيلعبوا السوبر. بولونيا المركز السابع 32 نقطة ومؤجل مباراة أيضا. روما المركز الثامن 32 نقطة، نابولي المركز التاسع 31 نقطة مؤجل مباراة لأنه وصل لنهائي كأس السوبر أيضا مع إنتر ميلان. تورينو المركز العاشر 28 نقطة مؤجل مباراة. مونزا المركز 11 25 نقطة، جنوا المركز 12 25 نقطة، فروسنوني المركز 13 22 نقطة، ليتشي المركز 14 21 نقطة، ساسولو المركز 15 19 نقطة ومؤجل مباراة، أودينيزي المركز 16 18 نقطة، كالياري المركز 17 18 نقطة أيضا، هيلاس فيرونا المركز 18 17 نقطة، إيموبولي المركز 19 16 نقطة، سالرنتانا المركز 20 والأخير 12 نقطة. متابعين الكرام، ترتيب الهدافين. المركز الأول لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان سجل 18 هدف. المركز الثاني دوشان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس سجل 11 هدف. المركز الثالث أوليفي جيرو لاعب ميلان سجل 10 أهداف. والمركز الرابع ألبرت كوزمنسون لاعب جنوا سجل 9 أهداف، ودومينيكو براردي لاعب ساسولو، وتشالهان أوغلو لاعب انتر ميلان، وماتياس سولي لاعب فروسنوني، وروميلو لوكاكو لاعب روما. بالنسبة لصناع الأهداف، المركز الاول ماركوس تورام لاعب انتر ميلان صنع 7 اهداف وتساوى مع اوليفي جيرو لاعب ميلان، والمركز الثاني فيليبي اندرسون لاعب لاتسيو صنع 6 اهداف، وماخيتيريان لاعب انتر ميلان، وباولو ديبالا لاعب روما. واشترك في القناه وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.